بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن. واتا أنس أرزاي خويل بي لبي غنبري خوا ودرودي خويل سر بي دجارة وكذا فرمي هر كسي كاتي لمال دردة شبلي بنابي خوا بشتم بس بخوا وهيج قران وهيزك نابي مگر بهيز وتصلاتي خوا اوال لين فريشتكانو بيدوتري رينموني كرايت وامت بسو بارز راويش دبيت والشيطان ليد صلميتو دور دكبتوا.